تكونوا مبسوطين أكتر رح تسمعوا غنيتي الجديدة قريباً رح تنزل بعنوان يا زين يا أسمر. بتقول أسمر سمارك زين، توب الحسن توبك، سحرت القلب والعين، يعجبني أسلوبك، محظوظ أنا قلبي اتكرم علي ربي، وداك عدربي ومال القلب صوبك. يا زين يا أسمر هالقلب مجنونك، قلبي أنا تخمر من نظرة عيونك. الله، هيدي الجديدة إن شاء الله بيسمعوها حصرياً على راديو. قريباً، وفي مقطع بقله فيه ودي تغازلني ودوب بدفى صوتك، لو ناوي تقتلني اقتلني بسكوتك. ان شاء الله دايما نحن بدنا نتمنى لك كل التوفيق، دايما منوره واهلا وسهلا فيك، واكيد نحن بانتظار جديدك. شو بدك تقولي لمستمعي راديو الرابعه؟ شو بدي اقول؟ بدي اقول لهم كلودا كثير بتحبكم، وبعرف قد ايه انتم بتحبوني وقد ايه بتهتموا باغانيي. ثانك يو لكل اسره الاذاعه راديو الرابعه، ما في حدا ما بيسمعكم، ما في حدا ما بحبكم، صدقوني هذا الكلام مزبوط، لانه حتى انا لما بطلع بحيا لحدا بالسياره راديو الرابعه دائما بالسياره، لك حتى الهندي حتى الباكستاني حاطط. شكرا لك يا كلودا.